تحياتي الأخ بشير الخليفي، راحنا معاهم. سلام الله عليكم وبركاته. كيف حالك؟ شكرا الأخ حسين، تحياتي لك. لا فضيحة جديدة، فضيحة ديال الدولة. حسين كرزانايا، تحياتي الإخوان ولاد علي حميد أيان من جديد، رانا معاهم. السلام، تحياتي الأخ أزول أو مينو حفحاف أيوزشك ثومات أزول ولن نزول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ برو هيسبريس كلام فادي، ولكن هذه مصرح بها من الرباط الإخوان. هذا الشيء هذا اللي خرج من الرباط هذا الصبح، هذا اللي تنشر الجمعة 26 مارس. أخ محمد ريفي اللي قالك على الكلام نتاع هذا، تحياتي لك أخ محمد ريفي. هاد القنوات اللي كيخرجوا بهذا التصريح، إلا خرجوا بالاسم ديال الدولة هذيك حاجة أخرى، خرجوا بحال دروك بواحد، المهم هادشي اللي فرقوا، هما اللي فرقوا باللي حنايا طيحنا الاعلام ديال عشا الشعب طلع، هما اللي قال لك حرقنا الاعلام ديال المغرب، وهما دروك في نفس الوقت مين شافوا الاحرار والحرائر ما عليهم ما بهم حتى شي حاجه. كاين غادي نقراو عليكم المحتوى نتاع الرساله هنايا اللي قال لك اللي دفعتها ولا الرباط ولا ما عرفش شكون دفعها، السفير الهولندي بالرباط، استدعاء الخارجية المغربية للسفير الهولندي بالرباط. هذا الشيء اليوم هذا الإخوان حنايا مهم، هذا الشيء هذا اللي غادي نفرقوه، نوصلكم الرسالة الإخوان اليوم. حاجة جديدة، شيء جديدة علينا، احنا عارفين ديك الدولة كيفاش تخوى كيفاش تخدم. نوصلكم هذه الرسالة هذه، راه سمحوا لنا أيوزش كأيوز الأخ رشيد الأرهور، تحياتي لك، تحياتي الأخ أحفحاف، تحياتي لك الأخ محمد الريفي. هذه هي سياسة الدولة العميقة، ولكن السياسة مشات الأخ محمد الريفي، مشات لها الألمان، مشات لها ودرك راها في الطريق لهولندا. يعني راه الحراك كبير على هذا السفاح نتاع النظام العلوي. حنا نقول لكم واش الأخبار اللي وصلوا، اللي كانت ما في الطريق حنا مرحبا بها، ولكن من كتشوف هذا الشيء هذا راهم يضربوا ويخطاو. عاش الريف وعاش الشعب الحر، عاش الشعب بأكمله، ولا عاش من خاناهما. يا حفظ الله الزفزاف الأخيون، الجنسية المغربية لا تمثلني. شكرا الأخ حميد، أنا هما كرهوا ديك الدولة، هذيك ديك الدولة اللي سميتها المغربية، ماشي على المغاربة لا، ليه هذاك اللي حاكم وهذاك السيستم. راه انتبهوا، الدولة العميقة هو الاخ اللي قالك الدولة العميقة، واه ما صالحاش ديك الدولة هذيك. نوصلوا هذه الرسالة هذه يا الاخوان اليكم، احنا راحنا معاهم. الشعب راه في القلب ديالنا، الحراك المبارك المقدس فوق الرؤوس ديالنا، الاشاويس اللي راهم في السجون الذل والعار رانا كنشوفوا فيهم، حنايا رانا معاهم، ما جبرناش نخرجوا منا. راه تقولوا اسمحوا لنا كثرنا عليكم بالمباشرات، ولكن لا بد هذه اليامات نتاع الدبلوماسيه نتاع اخر الزمان نتاع المغرب نوصلوها لكم الاخوان، باش تشوفوا باللي عاش الشعب. ربي كيبارك اللي كيقول عاش الشعب وكيوصل الكلمه ديال عاش الشعب، كتقرح بها الدوله والله تعالى كينشرها في جميع بقاع العالم بمشيئه الرحمن. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هل من جديد؟ وهل الاخ مولاي الزفزافي الجديد هو اعتداءات القنصليات تنكأ جراح العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وهولندا، مسارات ارتباك جديدة من المرتقب أن تدخلها العلاقات المغربية الهولندية خلال الأيام القليلة المقبلة، تفاعلا مع الحوادث التي تتعرض لها القنصليات بمدن بلاد طواحين. ولم تتجاوز السفارة المغربية بأمستردام حادثة إنزال العلم الوطني للمرة الثانية بمراسلتها الخارجية الهولندية، فيما يرتقب وفق مصادر استدعاء الخارجية المغربية للسفير الهولندي بالرباط. الجديد الأخ مولاي الزفزافي هو أن الدولة، ها هي غادي نوريها لكم هنايا بالجهة الأخرى،
هي الدولة اعتداءات القنصلية تنك جراح العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وهولندا. عندك مسارات ارتباك جديدة من المرتقب أن تدخلها العلاقات المغربية الهولندية خلال الأيام القليلة المقبلة، تفاعلا مع الحوادث التي تتعرض لها القنصليات بمدن بلاد كدامنا. ولم تتجاوز السفارة المغربية بأمستردام حادثة إنزال العلم الوطني للمرة الثانية بمراسلتها الخارجية الهولندية، فيما يرتقب وفق مصادر هسبري استدعاء الخارجية المغربية للسفير الهولندي بالرباط. وتهتز العلاقات المغربية الهولندية عادة لأسباب عديدة، من بينها معتقل حراك الريف. الحمد لله، ها هما عاوتاني الحراك المبارك المقدس مذكور. وتهتز العلاقات المغربية الهولندية عادة لأسباب عديدة، من بينها معتقل حراك الريف وتسليم البرلمان السابق سعيد شعو، لكن رهانات المصالحة بعد تقنين استعمالات الكيف تظل قائمة بالعودة إلى حاجة البلدين إلى بعضهما. وبعد فترة صعبة استكانت العلاقات إلى بعض من الهدوء بعد خرجة ستيف بلوك وزير الشؤون الخارجية الهولندي حول أزمة القرقارات، واعتباره أن الإجراءات التي اتخذها المغرب تشكل رد فعل على الحصار الذي تفرضه البوليزاريو على معبر القرقارات. المهم، هشام معتض أستاذ العلاقات الدولية قال إن الاعتداءات المتكررة التي شهدتها تمثيليات الدبلوماسية المغربية في هولندا ستكون لها انعكاساتها السلبية على العلاقات الثنائية بين الرباط وأمستردام. يعني هاد الناس اللي قالك العلاقات الدبلوماسية من بعد البارح كيقول لك عادي يقبضوهم، راه عادي يدبوهم وعادي يديروا لهم ويفعلوا لهم ويفعلوا لهم. حنا رانا قدامكم كنهضروا، كتفاجئ بهذه، قالك ستكون لها انعكاساتها السلبية على العلاقات الثنائية بين الرباط وأمستردام، خاصة أن الروابط الدبلوماسية قد عرفت توترات سياسية بين البلدين، فطبيعة العلاقات بين البلدين غير مستعدة لتوترات جديدة. لك الطبيعة تاع العلاقات البلدين، ماشي البلدين، العلاقات نتاع المغرب، العلاقات ديال المغرب ما مستعداش باش تكون مع دولة أخرى عندها المشاكل بزاف، لأن ذلك لن يدفع بالمشاورة الثنائية المتعلقة بالرؤية المختلفة حول الملفات ذات الاهتمام المشترك في أي تقديم بطريف مصرح. زيد زيد هذيك. وأوضح معتض أن المشاكل التي تتعرض لها قنصليات المغرب فوق الأراضي الهولندية تتحمل مسؤوليتها السياسات، السياسة والأمنية، المؤسسات العامة والسياسية لهولندا، وذلك بوجوب تأمين مداراتها وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية التي تؤطر التمثيلات الدبلوماسية. وأشار الأستاذ المستقر بكندا إلى أنه على الرغم من التنديد المحتشم لبعض المسؤولين السياسيين الهولنديين لما تعرضت له القنصليات المغربية، فإن عدم التدخل الصارم للهيئات المسؤولة لتجنب عدم تكرار تلك الأفعال الإجرامية يضع الدولة الهولندية أمام مأزق دبلوماسي وسياسي تجاه المغرب والمنتظم الدولي. المغرب راه كيدفع بديك الدولة هذيك. المغرب كيدفع بديك الدولة، زعما يقول لك عادي نقطعوا معاها العلاقات ونديروا لها ونفعلوا لها، يعني مع هولندا. لذلك ليس في صالح أمستردام التي تأمل في نجاح المشاورات المفاوضات المتعلقة بالملفات الثنائية الحساسة التي لم يتم الاتفاق بشأنها والتوافق على تدبيرها مع الرباط، أن تتساهل في تدبير ملف المشاكل التي تعرض لها القنصليات المغربية على أراضيها، يستنتج معتض. هذه الرسالة اللي كان وصلناها لكم الإخوان، الموت ولا المذلة. شكرا الأخ جواد، هذه الرسالة اللي كان وصلوها نتاع هذه الساعة. كتشوف الانهيار نتاع الدولة، الانهيار التام، نقطعوا عاش واه الإخوان، عاش الشعب، ولا اللي كتب ربي يحفظكم كاملين الإخوان إن شاء الله، عاش الشعب كاملين. إلا قلت عاش الشعب يقول عاش الريف، عاش الأطلس. تحياتي لك، الله يحفظك الأخ أحمد سلطاني، الله يحفظك الإخوان الأزعار ناشي. المهم نوصل لهم هذه الرسالة هذه، أريد واه ندخل نوصل لهم هذه الرسالة الإخوان. سمحوا لنا إلا ما رضيناش على الباقية، نعرف بلي الأحرار ما يبقاش الخطر ديالهم. مين كتشوف هذه الرسالة هذه نتاع هذه الدولة هذه، قالت لك العلاقة وعادي نقطعوا العلاقة وعادي يكون عندها
مشكل في المستقبل، وكيكون عندها يعني هولندا ما اتخذش الاجراءات الصارمه في حق هاد الناس هادو. رحنا الاثنين فاتت، الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعه، ها هي 5 ايام رانا غاديين، 6 ايام الويكاند 7 ايام، ما جات حتى شي حاجه. ما صبحوا علينا البوليس قلقبوا علينا، ما جاو هزونا بالمينوت، ما جابوا كوبتر، ما جابوا حتى شي حاجه. الا إيه كان شي حاجه يديروا لك ورقه تحت الباب ومن بعد تمشي عندهم. واش صاحب لكم هذا الباب؟ الدوله هذه كيهتكوا البيبان ويدخلوا على الاعراض ديال الناس، المراه تلبس الكسوه ديالها ولا الراجل لابس، ما يميزوا حتى في شي واحد. لا هاد ولا هاد البلاد دير لك البريال تحت وتقول لك كاينه ما جيتش لعندنا غادي نجيو لعندك. هادي اللي كيديروا، كيتمشاو هكا، ما كاينش دوك التهديدات نفلعوا لك وهذيك وهذيك. هذه الرساله هذه الى دل على شيء، علاش حنا كنخرجوا بالمباشرات؟ دروك نقول لكم رانا هنا، رانا بالوجوه ديالنا، الوجوه ديالنا احمر تقول عاش الشعب. نعطي لكم واحد الناس اللي قال لك والله العظيم الا كاين ناس الله يعطي لهم الصحه اللي علقوا على هذا التصريح اللي خرج بالرباط. كاين اللي قالك لي غرو بروبليم ني با لا لو فري فري بروبليم سي لا هان دي ماروكان اونفير لو بيي دوريجين كار او فينال سي زاتاك سون فيت بار دي ماروكان سي ليا كالكو شوز افير سي شونجي. قالك خصك تبدلو هذاك القوه، هذاك القانون ولا القوه نتاع البلاد، نتاع ديك البلاد. لكن وكان وجود هولندا اصبح قائما على الكيف. ولاد هولندا سمعوا الاخوان التعاليق ديال الناس، شوفوا التعاليق ديال الناس. هولندا، هولندا 12 مليون ساكنة 950 مليار، المغرب 36 مليون ساكنة ب 107 مليار. هولندا بلد رسم، شوفوا اش كتبوا الله يحفظهم هذو اللي كيردوا. هولندا بلد رأس مالي، جودة عالية في التعليم الصحة والحياة والخدمات الاجتماعية. ماذا عن بلدي؟ راكو عارفين، تذكرت يريد تعميم التغطية الصحية بحلول 2000. شخصيا لا أعتقد أن المغرب قادر على قطع علاقاتها، ربما هو بصدد البحث على كبش فداء سهل. من كتشوف هذه التعاليق ديال الناس، المانيا هي القلب النابض لاوروبا، اسبانيا الجار الشمالي، اذا اغلق المنفذ الشمالي والمنفذ الشرقي بعد الجزائر فالبلاد محاصرة. لهذا في المغرب يبحث عن ورقة الضغط على هولندا، لكن هولندا لن تخسر شيء. قال لك عادي هولندا تخسر وعادي دير وعندي. هولندا عندها الدخل ديالها، عندها من بين الدول الاوروبيه اكثر قوه على حسب الراسماليه ديالها، كل عام كيكون عندهم زائد. كاين دول اللي يكون ناقص يكون عندها الكريدي، هولندا كيكون عندها دائما زائد، زائد 11 مليار 18 مليار 20 مليار، اللي عندها زائد اكثر بداك الشيء هذاك. علاش؟ انها دوله الحق والقانون. لا ايه الاخ، هذه الدولة هذه تصاحب لهم عادي، هذوك راه عندهم شخص الروح عزيزة عندهم، واش صعب لك يقبضوا هذا ويعطيوه للمغرب غير هكاك؟ ما كايناش ما كايناش. هذيك راني نهضر معاكم وعندك حرية التعبير، وهضر وراك تدافع على عشا الشعب، وهز الراس ديالك الفوق، هز راسك ديالك الفوق. وهذا اللي يقولك الله الوطن هذاك، حنا نقولوا الشعب، نقولوا عاش الشعب، خلي اللي بغى يكتب ولا يدير. هذه الرسالة قلت نعاود نديرو مباشر، يخرجوا بهذا كي سميتو بهذا القناة الصرف الصحي، وتخرج الرباط بهذه التقارير هذه تقول لك هولندا وهذيك، نخرجوا عاود ثاني حنا نجاوبو ونوريو الفضيحة ديالكم في وسط العالم. كنقول لكم بلي عاش الشعب، الشعب قوي عليكم، داك الشعب هذاك، هذاك الشعب قوي عليك محمد السادس ودوك الأنظمة اللي راهم معاك يقتلوا وينهبوا الثروات ديال البلاد. الرسالة ديالنا احنا كنقولوها، وكنتمنى تجاوبني خويا عيسى. والله ما عرفت الأخ محمد، واحد قال لك نتمنى تجاوبني واحد السؤال خويا عيسى. في ظل الدعوة التي قام بها السيد ناصر دعما له من أجل توصيل موقفه للرأي العالمي، واحد السؤال قال لك خويا عيسى، في ظل الدعوة التي قام بها الصندوق ناصر الزفزافي دعما له ومن أجل توصيل موقفه للرأي العام. الرأي ديال ناصر الزفزافي راه في العالم كامل، الزفزافي العالم كامل عرفه، هذاك واحد السامبول ديال الحرية. هذا الشيء اللي راه نقولوه تعلمناه في الحراك المبارك المقدس بهذوك الفيديوهات، بس السلمية، بالسلمية خص بنادم يفكر واش تيدير ويتمشى في هذا الحراك. شكرا الأخ، واحد تحية عالية الأخ اللي سأل هذا السؤال هذا، الأخ بشير يخلي فيه.
واحد السؤال اللي قال لك كلمة ديال حقد عمل له من أجل توصيل موقفه للرأي العام. كل شيء شتو هذا الشيء اللي كاين، قال لك الحراك اللي داروا ذاك الشيء. غادي نقول لك على هذاك الجواب الأخ، سمحوا لنا واحد دقيقة. الاعتداءات المتكررة، زيد سمحوا لنا واحد دقيقة. إن ذلك مشاورة صدر القنصليات الهولندية. كاين واحد الجواب ديالك هنايا، غادي نشوف معتقلي. واش تكتب هو تهتز العلاقات المغربية لهولندا عددا لأسباب عديدة من بينها معتقل حراك الريف. هذه راه دائما علاقات عديدة، معتقل حراك الريف راه هنايا الأخ، الرأي ديالو العام العام العالمي راه وصل، رانا نهضروا عليه. مش هذا الإطار هذا اللي كنهضروا عليه، الدولة ديال الفساد وديال القرعة وديال الكذوب. الكلمة ديال ناصر الزفزافي راه كيتمشى، وحنا قلناها مرارا وتكرارا، ناصر الزفزافي ما راش في الحبس، ما راش في الحبس، الجسم ديالو راه في الحبس، ولكن الكلمة ديال الحق ديالو راه تمشى في الأرض، في الكلمة ديالو راه تمشى. هو خرج وقال عاش الشعب، وقال عاش المنطقة ديالي، عاش الريف، عاش الكادح، قال عاش الفقير المسكين. تحية نضالية إلى جميع المظلومين. شكرا الأخ جواد المنوتي، قال لك تحية نضالية. الرسالة ديالنا راها مفهومة للأحرار، كيف فهمونا ديراكت حنا لهم بالمرصاد مستعدين. شكرا الأخ محمد عيادة، قال لك عاش الشعب ولا عاش من قناة، ديروا عاش الشعب كي تكوانسة الدولة كتبين. عاش الشعب بينا لهم باللي حنا ماشي انفصاليين، واخا كل واحد يدافع على المنطقة ديالو، كنقولوا عاش الريف وهذاك، ولكن عاش الشعب هرست النظام، هرست النظام العلوي عهرساتو، لان ناصر الزفزافي كان في الحبس كاين يتضامن مع الاخوان ديالنا سواء في السجون في مناطق اخرى، وحنا بالاصل ديالنا كانسان كنتضامنوا مع جميع الناس في العالم، نتضامنوا مع الاخ العمراني اللي راه محكوم. كل شيء اللي يجي في اوروبا سواء الوافي سواء العمراني سواء فلان فلان، اللي في اوروبا كيحكموا عليه بالفلوس، يخلص واحد 3 ولا 4 مليون ويعطيو له الحبس. اللي ساكن في ديك البلاد عارفين ميزري وما يتصلش بهذيك، كما يحكموش عليه يعطيو له غير الحبس. هذه هي اللي كنقولها لكم. عاش الشعب كتعقد ديك الدولة. حنا الا شفتونا في المباشرات والله العظيم راه ماشي الغرض نتصلوا بالاخوان بالاحرار والحرائر، كل ما راه كاين ما يدار بزاف. بنادم راه عنده الاولاد عنده خويا عيسى، السؤال ديالي هو كاين بعض الساكنة خصوصا في الحوسمة كيقولوا ان المختطفين السياسيين ينهون الساكنة الريفية على خوض حراك آخر تجنبا لوقوع خسائر بشرية أخرى. قال لك خويا عيسى السؤال ديالي هو كاين بعض الساكنة خصوصا في الحوسيمة كيقول هي لوقوع الخسائر البشرية. التضحيات لابد، التضحية تضحية لابد. احنا ما نقولوش واش توقيع كامل، الناس ماتت، الناس طحنت، الناس راه كتموت في البحر لحد الآن. الأخ شكرا على السؤال اللي قال لك بعض الساكنة. كل واحد يدير التضامن بالقلب، تضامن اللي يشاف شي منكر يمشي يوقف مع خوته. الحاجة اللي انتو ما راه الانسان الحراك المبارك المقدس، كل واحد مسؤول على اللي سميتو الحاجة اللي كيديرها. الا قدر بنادم يدير شي حاجة راه الناس راه عادي تخرج، سواء اليوم سواء غدا سواء بعد غدا، ولكن احسن الخرجات هي الحراك المبارك المقدس اللي ما طيحش بالسمعه ديال الناس، ما خلاش المخزن يقرب الاساتذه والاستاذات، المهم بين العالم السلميه ديالو في واحد المده طويله. هذا اذا يرجع الفضل، يرجع للفضل الحراك المبارك المقدس والاشاويس اللي راهم في السجون الذل والعار. احنا رانا معكم الاخوان، نوصلوا لكم الحاجه اللي كاينه نوصلوها لكم. ما كان عياوش بعاش الشعب، ما كان عياوش المختطفين اللي راهم في الحبس، نخرجوا بالمباشر في الصباح في العشيه المباشره البناءه، ما كان تيحوش الهضره، الاحترام بيناتنا. الله يحفظكم على هذه الاسئله هذو. قال لك تجنبا لوقوع خسائر، الخسائر الدوله مشات بالفضل ديالكم. واللي كيقول لك خويا عيسى تجنبا، الناس خرجت في الحوسيمه وعبرت وخرجت حتى ل 350 الف، هذيك واحد تحيه عاليه، هذيك عمرها ما تنسى. الله ينصر السلطان الله ينصر السلطان ويهدي الاوطان. ويعيش الاخ علاوي عبد المجيد، حتى انت درت علاوي، وانتم الله يعطيكم شي مصيبه يلفتش اش بغيتو فيما الله ياخذ فيكم. قال لك هذا ياخذ فيكم الحق، الله يهدي لكم ويفعلكم. انا اللي كنقول لك الاخ علاوي عبد المجيد الله يحفظك، سبيتني انايا وسبيتنا، الله يحفظك، الله يهديك ويهدينا حتى حنايا. كندافعوا على ذاك المسكين، كندافعوا على الفقير، كندافعوا على الناس اللي راهم في الحباسات.
انت اللي كتبت لي هكا وبقيت تسبني وبقيت تدي لي ما عليكش، ونقول حتى الاخوان والله العظيم قلتها مرارا وتكرارا، والله يا انتم اللي كتسبونا والله العظيم الا سمحت لكم، سمحت لكم نهار حنايا كنامنوا باللي الراي ديالك تعبر عليه. اي واحد علاش ربي عطانا لسان باش نقول واش تبغيت انت ولا نقول واش تبغيت انا؟ انا كنقول واش تبغيت انا، واش تشفت انا، واش تشفت كيصلح، ماشي يصلح ليا، يصلح للشعب برماته، كنوصلوا الكلمه ديال الحق. ما كنديروا ورقه، ما كنديروا ستيلو، كل شيء في القلب ديالنا ماشي في العقل ديالنا، عندنا الشعب في القلب ديالنا اللي يقول لك واش تبغيتوا بينا، بغيناكم تعيشوا بالكرامه، واش تبغيتوا بينا، قال لك السيدو واش تبغيتوا بينا والله يعطي لكم شي مصيبه، المصيبه بغينا نقلعها لكم بك، هذاك السادس الديكتاتوري اللي راه كيحكم على ديك البلاد، ذاك السادس اللي قال لك نعاودها لك، الاخ اللي قال لك انايا علاوي، علاوي عبد المجيد قال لك انايا وهذيك وهذيك، وانتم الله يعطي لكم شي مصيبه، كان شي مصيبه من الطياره ديال الصهاينه راه تنزل عندك في الرباط، ما كتصيفطلوش انت ميساج، وانت تقول ربي يخلصوه، ربي يخلصوه، ولكن انت يا واش كدير؟ كتهاجم اللي كيقولوا لك الكلمه ديال الحق. انا ما بغيتش يبيع يبيع فلسطين وبايعينها من بكري، ولكن خرج تقولوا الاذان كتصليو، الاذان بلال كان يجلد في الكعبه فوق في الكعبه لتحت، الله والرسول عليه الصلاه والسلام قال له اطلع فوق الكعبه الوحيد اللي يطلع. محمد هبال السادس دار لكم الكمانجه، نعاودها ونعاود دار الكمانجه مع الاذان، وتقول لي انت يلا يعطي لكم شي مصيبه، وما ديرولوش حتى هذا علاوي هذا اللي كتب وقال لك لا يدير لكم ولا ما غير لا يخليك، لا يخليك بعدا عبد المجيد، المجيد هو الله من اسماء الله الحسنى، عندك واحد الاسم على مسمى، واحد الاسم عظيم عبد المجيد، يعني المجيد هو الله، الملك هو الله، وكتكتب الله ينصر السلطان، وكتكتب كيفاش هذه الله ينصر السلطان؟ واش الله تعالى نصر فرعون؟ نعطيك مثال فرعون، تعرف انا دائما كنقولها لحقاش حنا خصنا دائما نمشيو في واحد الطريق، فرعون كان سلطان، واش ربي نصرو؟ ما نصروش. الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يعني صافي قضي الأمر. قضي يا إبراهيم أعرض عن هذا فقد جاء أمر ربك. سيدنا إبراهيم كان يقول يا ربي هالناس هادو غير لطف بهم، راه هادشي اللي يديروه وهادشي هذا راه ما عارفينش، راه هذيك راه هذيك، كي يشفق عليهم. ولكن الله تعالى قد جاء أمر ربك. عبد المجيد واش راك تكتب؟ عبد المجيد علاوي اللي راك كتكتب هنا واش راك كتكتب؟ واش بغيت بكل حرف حسنة ولا بغيت بكل حرف سيئة؟ انا نتمنى لك، وانتوما اللي كتدافعوا على محمد السادس هبال السادس اللي لعب بالدين ديالكم ويركب على الجيت سكي ودو بياس وهذاك ويقول امير المؤمنين، حاشا باش يكون امير المؤمنين، حاشا. شكون اللي طلق لدانيال الاخ علاوي عبد المجيد؟ شكون اللي طلق لي مغتصب بالاطفال الاخ عبد المجيد؟ شكون اللي اغتصب خوتنا اللي راهم في الحباسات ناصر الزفزافي؟ وانتوما كاملين خوتنا، حتى انت عبد المجيد حتى انت خونا، واخا كتبت الله يفعل لكم ويدين لكم ما عليكش، نعطيه لكم حنايا، ماشي رانا نعطي لكم الدروس، نقول لكم في القلب ديالنا كتعزوا فينا، كنقول شوف سبحان مبدل الاحوال، كيقول لك سبحان مبدل الاحوال، كيكتب بنادم عاد عايش في النفاق والخرافات الاخ يفتن، انه هذا كان ردوا عليهم هذا علاوي عبد المجيد، تشوف الاسم ديالو كتبارك الله، الاسم هو هذاك، كيكتب الله ينصر، واش ينصر الله تعالى؟ واش ينصر الظلم؟ ما تستعملش الدين، راه بغينا لك بكل، انت عايق وفيلسوف، الاخ بالبركه شكرا اللي بغى يكتب، احنا عارفين واش كتب، وحنا بغينا كل واحد نتمنى من الله تعالى كل حرف حسنة ماشي بكل حرف سيئة، ماشي انت تكتب منه وتقول عاش الملك، الملك هو الله، والملك هو الله، انا كنقولها نهضر مع الاحرار، والله ما والله ما بقيت عارف الحق من الباطل، الاخ الحق والباطل، شكرا الاخ ياسين بير هذا اللي قال لك عاوتاني ما عرفش الحق بالباطل، راك عارف الحق وراك عارف الباطل، ولكن خليهم. تحية اخي، تحية أخي عيسى، أعرض عن عملاء وعبيد السيد الأخ إدريس الموزانة، لابد نوصلو لهم، نوصلهم باش ما نتحاسبوش النهار فاش نبلعو العينين، ما كنتحاسبو على كل كلام، كل كلام كنخرجوه، وأنا كنقولها ونعاود نأكدها، نتمنى من هادو اللي يقولك عاش فلان وفلان وفلان، بغينا الشعب كيعيش، ما فيها حتى شي مشكل، وهو ما وأتوبوا إليه واستغفروا إليه، ها هما الإخوان ما عاديش، إلا كان فيه الإيمان هو ما عاديش يقدر يكتب شي حاجة أخرى. علاش عطينا له الحاجه بالخاطر ديالنا خويا؟ والله الا راح غير
برد على قلبه. قال لك راح، قال لك الاخر راه مشى، حنا وصلنا الرساله. هذاك الرساله ديالنا ديال هذا السيد هذا علاوي عبد المجيد، انا ما كان بغيش الاسماء نذكرهم، ولكن دخلت تما قلت الله يعطي لكم شي مصيبه، الله يفعل لكم، الله يدير لكم، الله لا لا ماشي هكاك، ماشي هكاك الاخ. حاول ما تدخل خويا عيسى الاخ، انا كندخل الاخ علي على لي غموري. شكرا على هذه اللي قلت ما تدخلش الدين ولا هذيك. انا مؤمن لا اله الا الله محمد عبد الرسول. انا كنهضر في الدين، كنهضر في السياسه، كنهضر في الاخوان واش تواقع فيهم، كنهضر واش تواقع في الشوارع، كنهضر على اهل الكتاب، كنهضر على اي حاجه ما عنديش لا حدود له. الحراك الاخ اللي قال لك هكا، اللي قال لك ما تهضرش في الدين، شكرا على هذا السؤال هذا. انا جاوبتك قلت لك هذه، نتايا الا ما بغيتش تهضر على الدين ولا شي واحد ما بغاش يهضر كنحترمه، شي واحد ما يامنش كنحترمه، احترمني نحترمك، ما عندنا حتى شي مشكله. السلام عليكم. واش ما شفتش الجنرالات الجزائريه اللي باعت تستعمرنا؟ واش ما عليش الاخ اللي قال لك عاوتاني من الجزائر، قال لك واش تا في الجزائر واقعه. نحييكم الجمعه 110 خارجين، خارجين بالالاف، وتقول الملايين اللي خارجين. المهم قال لك زفزافي الرجل البطل الذي انطق بالحق وازعج النظام. شكرا الاخ، ازعج النظام، ازعج النظام. الله ينصر الاخوان المؤمنين والمؤمنات. الرساله ديالنا اللي وصلناها لكم هي هذه، نتاع هاد الارهابيين. قال لك العلاقه الدبلوماسيه، قال لك العلاقه الدبلوماسيه بين المغرب وهولندا في الطريق الى الانبحاط، ولا ما نعرف مشات. حنا قلنا نوصل لكم هذه الرساله. الاخ عبد المجيد للاخوان كاملين اللي دخل، قلت ما تدخلش الدين في السياسه، قصدي ماشي قلت لك ما تهضرش على الدين، ما تدخلش الدين في السياسه، قصدي ماشي قلت. اسمح لي الاخ علي اللي عموري، انا يا الاخ علي اللي عموري قال لك ما تدخلش، قلت ما تدخلش الدين في السياسه، قصدي ماشي إيه. احنا على حساب القصد الانسان، احنا كنجاوبوا على واش تكتب الاخ علي اللي غموري. والاحرى انت يا من الاحرى، انت ما كيبقاش الخاطر ديالك، ما كيبقاش. كنتعلموا بيكم نتوما بالجماهير الشعبيه، بيكم شفتوا هذه الاسئله اللي كتعطيو لنا وهاد الحوايج اللي كنشوفوهم، هذه راه نصيحه بيناتنا. ولكن حنا ما قتلنا ما ذبحنا ما والو، رانا كندافعوا على المختطفين، كندافعوا على كل واحد يقول كلمة ديال الحق. علي لي غموري شكرا لك على هذاك، حتى هذيك الكلمه اللي قلت مزيانه، الناس باش يعرفوا باللي حنا منفتحين على اي حاجه، نهضروا على اي حاجه نهضروا عليها، واحد يصلح لي وانا نصلح لواحد، وهذه هي الدنيا. وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ان المهم كما قلت نتايا، هذه الهضره راه باينه اللي كنقول لك، يعني تخلقنا الالوان في اختلاف السنتكم والوانكم، يعني راه باش تلاقوا وباش تهضروا. هذه هي الرساله اللي قلتها لكم. الاخ علي العموري، عاش الشعب ولا عاش من خانه. كنحييك واحد التحيه عاليه، تحيه لك ثومات، اسمحوا لنا طارق الريفي، تحيه لكم الاخوان كاملين. مهم الازمه الدبلوماسيه، يبان لي التليفون راهي سينيالي، ما نعرف واش راه واقع فيه، وقيلا راكو عارفين واش كاين. تبقاو على خير. الازمه الدبلوماسيه بين المغرب وهولندا، الازمه فين هي؟ الوحده الترابيه. المهم انا بلا ما عادي نكمل بزاف الرد على الناس. مرحبا انا، اسمحوا لنا. المهم الاخ الشرقاوي قال لك لا اله الا الله محمد عبده ورسوله، تحياتي لكم الاخوان. الحريه ثم الحريه، حنا يا ما نحبسوش في الليل في النهار، اي حاجه تبان عادي تشوفوها على الواقع، تشوفوها على المباشره، مستعدين نضحيو بالنفس ديالنا. عادي تشوفوا واحد التصعيد، عادي تشوفوا واحد التصعيد يا الدوله الديكتاتوريه يا محمد السادس، عادي تشوفوا واش هو التصعيد في السلميه، التصعيد عادي تشوف، عادي تبلوكا لك المخ، سواء مع القناصله، مع هاد السفاره، مع هاد الدبلوماسيين ديالك، مع هاد العلوم ديال اليوتيين ديالك اللي داروه، عادي تشوفها كحله معانا. والافكار كاينه، ما كايناش غير ديك الفكره، كاين افكار بزاف، كاين افكار. ما يحد الله تعالى مع الحق، وحنا كنامنوا بالحراك المبارك المقدس، ما يحد النفس نتاع الاحرار ما توقفتش، رانا معاكم في الطريق، رانا معاكم مع الاحرار في الطريق حتى نوصلوا للغايه ديالنا. كما كنقولوا الزفزافي، كان في الشارع رجل، قال لك الرجل وتم دخوله الى السجن فاصبح الرجل. والاخ قال كان في كيسميتو، الراجل راه راجل سواء في الحبس ولا
خارج الحبس. الكلمه ديال الراجل اللي ما كتبتش على المراه ولا الرجل، المراه الحره عاوتاني اللي انجبت الاطفال، نحيه والمراه عاوتاني الحره. وعارفين المره اللي كنقول المراه الحره كتحس بها في القلب ديالها من كتسمع المراه الحره كنحييها، واللي كتربي الولاد ديالها على الكلمه ديال الحق. وازول ولا نزول نطالب باطلاق، نطالب لا بد يخرجوهم، يجب عليهم يخرجوهم. ونشوفوا غادي نشوفوا لذاك السفاح هذاك اللي راه ناعس في ذاك القصر ديالو تما، الارهاب بقى يخرج له غير منه، تخليل واحد عمليه ارهابيه وقبضوا الناس في وجده باللي داروا الارهابي. انت يا محمد سريع ما تلفش عباد الله، جابوا السلاح باوروبا للمغرب باش يديروا عمليه ارهاب، انت يا كديروا في اوروبا. وراه عاد قبضوا شي ناس، عاد قبضوهم في بلجيكا اليوم. انت يا محمد السادس كل شيء جاي منك، الارهاب راه هناك، خسرت كلش، خسرت ديك البلاد وبغيت تخسر حتى الشعب. الشعب راه عايق بيك يا محمد السادس، راك اهو بال السادس راه عايق بيك. وحنا اللي هنا في اوروبا ما علينا غير التنوير ديال الناس، مباشرات، الحاجه اللي نجبروها نديروها الكلمه ديال الحق، هذه هي بالفضل ديال الاحرار والحرائر اللي ما كيشموش الريحه نتاع هبال السادس، ما كيحملوش. احرار والحرائر ما ولاوش حتى السميه ديالهم ما تبغيش تذكرها، ما تبغيش تذكرها. تهلاو في راسكم، سمحوا لنا الاخوان، الى لقاء اخر بمشيئه الرحمن. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. قال لك هذا لعنه الله، مهم هذا قال لك لعنه الله عليك يا الخائن الوطن، بن سعيد ابراهيم سيمباتيكو. واش تنقول لك؟ لعنة الله عليه، الله يرحم لك الوالدين. واش تنقول لك؟ الله يرحم لك الوالدين. نتمنى يا ربي هو التربية تكون ماشي هذيك، إلا كانت شي حاجة أخرى بلا ما عادي ندخلوا نقولوا شي هضرة ماشي هذيك. والله العظيم نعاودها لك الأخ ابراهيم سيمباتيكو، والله العظيم سمحت لك، نعلتني وسبيتني وقلت لي خائن الوطن. مين كتهضر على محمد السادس يقول لك خائن الوطن. الوطن راه ماشي محمد السادس يا الاخوه، هذه خصنا نفرقه، خصنا نفرقه بين الوطن وبين الشعب. كاين اللي كيقول لك راه الشعب هذا اللي دخل دروك، مين هضرت انا على محمد السادس هو قال لك خائن الوطن. يعني دائما يخرجك، وانا والله العظيم الا سمحت لك، وهذه السياسه راه عاقوا بها الناس. صافي صافي، الوطن راه ماشي محمد السادس. محمد السادس شخص كيحميوه السلطات، وكيجيبوا له الدجاج محمر ويجيبوا له هذاك، راكو عارفين واش كنقول لكم. وكيعجب له البيدوفيليا في ديك البلاد، ويعجب له هاد القتاله وهاد الدباحه. هما الناس ديال الكلمه ديال الحق راهم في الحبس، والارهابي بو طاهر والارهابيين في اوروبا راه كاين واحد ليست ان شاء الله، الله اعلم بعلمه. كل شيء مع الدبلوماسيه المغربيه ولات في العالم معروفه. تحياتي لكم الاخوان، محمد السادس هوبال السادس في العينين، نحضيو وراك تشوفوا. ما يقدرش يخرج بشي تقرير، ما يقدرش يخرج يهضر، يخرج داك الديوان الهلاكي ولا داك برويطه ولا ما نعرف داك الخلفي، ولا ما بقى يبان حتى شي واحد، ما نعرف فين راهم ديك الدوله. يقول لك المرض، يقول لك هذيك ايوزي شك ايوزي شك، عاش الشعب الحريه. هاكك الاخوان عاش، شوفوا الاحرار والحرائر، عاش الشعب الحريه. ايوز نزول ولا نزول. وتحية عالية لكم الإخوان، والله العظيم من كنشوف التعليق ديالكم إلى بنادم كيفرح، من يشوف الأحرار والحرائر الإنسان. كلامك واش قال لك؟ كلامك عنصري وتحليلاتك خاطئة، وأمين من خط أحمر، وأطلب الهداية من الله، أنك بعيد عن الصواب. الأخ عبدو بوحمان قال لك كلام عنصري، أنا ماشي عنصري الأخ عبدو بوحمان، انا الا كان تنتمي لشي منطقه ونبان لك عنصري، من كتقول هبال السادس كيدخل لك خط احمر يبدا لك عنصري ويكمل لك محمد السادس. محمد السادس ارهابي. الاخ هذا اللي قال لك اسمحوا لنا، المهم كاين الاخ اللي قال لك هكا انت يا خائن الوطن وهذاك، قلنا لكم الوطن ليس هو هبال السادس، الوطن هو المسكين، الوطن هو المسكين وهو الفقير، الوطن هو هذاك السجين اللي راه في الحبس، اللي راه في ناصر زفزافي، اللي راه في الحبس، اللي راه محكوم ب 20 سنة على سبيطر، محكوم ب 20 سنة. هذه دولة، هذه دولة عادي نبقاو هكا تسمعوها، عادي تسمعوها في جميع الطرق بمشيئة الرحمن، وراكو كتسمعوها في الأخبار وفي القنوات، وعادي تبقى تمشى الكلمة ديال الحق، ما عاديش تحبس. تحية لكم الإخوان، كل مواجه هبال السادس. شوف الإخوان ها هما أمغناس الريف، يحفظكم الله تعالى الإخوان، كل شيء عارفين باللي محمد السادس
ما صالحش. محمد السادس دينيا اجتماعيا اقتصاديا كل شيء خرج لك ديك البلاد، اوروبا ما ولاتش تقبلو. نشوفوا هذه القصوره ديالك، هوبال السادس الارهابي، هوبال السادس الارهابي، نشوفوا هذه القصوره ديالك واش غادي يسلكوك من غادي تبلع العينين. دوك الملاير اللي عندك هوبال السادس غادي نشوفوا واش يسلكوك بالموت، واش سلكوا باك الحسن الثاني بالموت، واش سلكوا محمد الخامس اللي طلع في القمر بلا 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 كسميته، بلا راكيت، بلا صاروخ، بلا حتى شي حاجه، بلا اكسجين طلع القمر. عادي نشوفوا مين تبلعوا العينين، واش عادي تسلكوا هاد الخرافات، واش عادي تسلكوا هاد الفلوس هادو اللي عندكم في البنكه. والله العظيم ولو تكون الجبال ذهبا، ولو يكون يعني الميزان الجبال ذهبا، والله ما تفلتوا من العذاب، والله ما تفتوا فرنك ما تديوه معاكم. نحلفها نحلف، والله يا مين تموتوا والله ما تديو معاكم درهم، والله يا مين تموتوا والله ما تديو معاكم غرام ديال الذهب، والله ما واخا يديروه لكم في اليد ما تقدرش تقبضوا. هذه الموت عليكم حق العلويين وعلى جميع الناس، والله واحد ما يدي معاه فرنك، والله واحد يا مين يتبلع عليه ذاك القبر ويهود، سواء يدفنوك في قصر فرنك ما تديهش معاك. والله يا محمد السادس حاجة ما تديها معك، والله يا دوك المرايري ما ينفعوك، والله يا دوك الولاد وداك الجاه وداك العسكر وداك المخزن والله ما ينفعك، والله ما ينفعك غير العمل الصالح، ولا أظنك درت شي عمل صالح، لأن العالم يشهد عليك وحنا كنشهدوا عليك وولادنا يشهدوا عليك والوالدين ديالنا يشهدوا عليك والجميع كيشهد عليك. حنايا كنشوفوا بالعينين ديالنا، ملينا بهذا واحد يقول لك هكاك هكاك. انت يا المسؤول محمد السادس، انت يا هبال السادس المسؤول، هذا اللي يقول لك عاش هذاك. سمعوا بغيتوا تسمعوا غير على هبال السادس الفضايح ديالو والفضائح ديال العالم، نعاودها نقولها، والله ثم والله واحد ما يدي معاه شي فرنك من يموت. عندك الطوموبيلات، المئات ديال الطوموبيلات، الله ما تدي معاك شي وحده من تموت. عندك القصورة فين ما، والله ما تدي معاك شي قصر من تموت. القصر ابناه المسكين اللي كيبني اللي راك مكرفس عليه تما عادي تحاسب، والله ما تدي معاك. راه اليوم الجمعة، والجمعة هي باش نقول لك باللغة الهولندية فري داخ، عرفتوا شنو هي فري داخ؟ فري داخ يوم حر، فري داخ باش نعلموك فين كتمشي الايام. فري داخ يعني فري هو حر، داخ يوم حر، والايام لله، ولا ايام لله. هذا محمد السادس وهذا السفاحه العلويين والله ما توصلوها، والله ما توصلوها بالله العظيم، ما تديو معاكم حتى شي حاجه. ياك 70 قطار ديال القصر في باريس، من مات باك داها معاه ما داهاش معاه، من مات محمد الخامس القمر هود عنده دفنوه في القمر ولا دفنوه في الارض. محمد الخامس السفاح اللي قتلوه الجو ودار ودار ودار، واش تجاب الاستقلال؟ كان يسني الحمايه، العائله العلويه هالكه، العائلة العلوية هالك كتبيع أي حاجة تبيعها. أجل بكري كانوا يبيعوا غير الطاجين ديال الطعام، درك راهم يعطيو الهدايا، يعطيو حتى الاغتصاب نتاع الأولاد ديالنا والصغار والكبار. كما كتشوفوا تصريحات الراجل الكبير، الراجل الكبير أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده رسوله، الأخ اللي قال لك لا إله إلا الله كنقولوها، على داك الشيء كنقراوهم كنشوفوا الأموال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن الله تعالى ما قالكش عادي تدي معاك فلوس. الكلام في القرآن الكريم ما كاينش باللي تدي معاك، تدي معاك العمل الصالح، شي العمل الإرهابي، شي العمل تذبح لعباد الله وتقول راني هذيك، ربي خلق لنا بشر، ما تذبح لبعضياتك، ما تقتل بعضياتك. هذه راه كملنا بها هذا الموضوع، بصح باش يقول لك إرهابي وعادي، لا كنقول هادو اللي سرقوا وهاد الإرهابيين بنادم يشوف يعرف واش راه يدير. هاد هو بال السادس اللي عايش في القصر وتقول له أمير المؤمنين، أمير المؤمنين كان عنده القصور، أمير المؤمنين كان عنده الملايير في البنكة. الرسول عليه الصلاة والسلام كاين شي حديث اللي كيدل بلي الرسول عليه الصلاة والسلام خلى درهم، درهم ديال الفلوس، كاين شي حديث؟ اعطيوهني اعطيوهني إلا كاين شي حديث. ما كاينش. الرسول عليه الصلاة والسلام تزاد مسكين ومات مسكين، مسكين ماشي نقولوا فكريا ولا، مات مسكين بكسميته بالمادة، ما عندوش كيصدق اللي عنده كيعطيه، اللي عنده كيفرقه، اللي كتكون غنائم كيفرقها على الناس. واش ما كتعرفوهاش هذه؟ من قالهم الله والذي نفسي بيده، واحد مات في واحد المعركة من المعارك جا فيه السهم في الظهر،
الرسول عليه الصلاة والسلام دار. الناس بقت تقول الله أكبر الله أكبر، دخل الجنة. ذاك السيد اللي كان في ديك الغزوة هذيك، الناس بقى واش قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله ثم والله والذي نفسي بيده، قالها 3 مرات، والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، إنه لفي أنهار جهنم ينغمس فيها. قالوا له ماذا يا رسول الله؟ قال لهم الغنائم التي آتينا بها لم يقسمها تقسيما، الغنائم اللي جابوها وكانوا يقسموها على الناس ما قسمهاش بالعدل. داك السيد اللي جا فيه السهم في الدار ديالو. وعلاش كنقول لكم هذه الرسائل هادو ما كيوصلوه لكمش الائمه ديال الكفر بالعدل؟ الرسول عليه الصلاه والسلام واخا هذاك مات في المعركه وكان معاه، قال لهم ما كانش يقسم، ما كانش يقسم مع الناس، ما كانش يعطي لهم الحق ديالهم. علاش؟ باش ما تحسوش قولوا الله تعالى هذاك راه مشى للجنه، هذاك السيد مشى للنار. لا، إن الله يحول بين المرء وقلبه. الله تعالى اللي يقول لك ها فين هذا، ها فين، ماشي للبشر. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حديث ثابت وكنقولوها وكيدخل العقل ديال الإنسان. ها هو اللي قال لك. المهم هذه الرسالة هذه اللي كنقولوها، أنت اللي راك تقول لي أنت فعلت وتركت وهذيك وهذيك، واللي هذا الرزق ديال الناس اللي ديت لهم، اللي ديت في البحر وديت هذاك، وراه عندك هذا القصور راهو بال السادس، وهذا الإرهاب اللي نشرته فوق الأرض، كل شيء ينقلب عليك، كل شيء عادي يولي عليك خويا. الله ينعشنا غادي، واخ الاخ غادي نموتوا كاملين، والاخ علي غادي نموتوا كاملين، الاخ غادي نموتوا كاملين على داك الشيء. كنقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان نصيحه لا بد للاخوان، سمحوا لنا الا ما كنتش تامن ولا ما كنتش تصلي ولا ما كنتش تصوم، راه ما عنديش المشكل، انا اصلا ما عنديش المشكل مع هاد الناس، بصح تغتصب لنا خوتنا وتغتصب الدولة كاملة بأكملها وتجلس الناس على القرعة وتقول أمين المؤمنين. لا لا، أمين المؤمنين ما كانش هكا. تحية لكم الإخوان، تحية عالية، تبقوا على خير إلى ساعة أخرى إن شاء الله. سمحوا لنا لك طمنا عليكم، شفت الإعلام ديال الصحراء هنايا عاوتاني، الإخوان ديالنا الصحراء مستقلة بدون علويين، مستقلة على الفساد والظلم، مستقلة على مغتصب الأطفال والنساء والرجال. الناس ديال الصحراء كلمة حق، في الناس ديال الصحراء بغاو يعيشوا. ذاك السفاح اللي راه يخون لهم، اللي راه يخون لهم الفوسفات بديك البلاد وباع لهم البحر بالميت، باعوا لروسيا، راه تمتع فيه روسيا، ودوك الناس هذوك ما راه كيدير، والاتحاد الاوروبي كيتمتع فيه، ولكن ديك الدوله هذيك مساكن صحراوي ما عندهمش الماء، كيتمشى كاين اللي يتمشى 200 كيلومتر باش يجيب الماء. تحية عالية لكم، لا نخاف لومة لائم. في كل قوم ولا كل ناس كنشوفوهم كنقولوا كلمة ديال الحق. الله يحفظكم الإخوان، الله يحفظكم واحد واحد. سمحوا لنا إلا هضرنا شي هضرة ماشي في المحل ديالها، ولكن أنا على الثبات وعارف الطريق ديالنا إلى كاين. النصر بمشيئة الله، النصر لأخوة. أنا فقير ورسول الله يشفين. أول أخ قال لك من الصحراء مريض وداير وهكا وهكا، يعني صافي راكو عارفين واش كنقولوا. تبقاو على خير، الحرية ثم الحرية، بكم أنتم الأحرار باش كنوصلوا الكلمة ديال الحق في العالم، بكم أنتم بعد التعليقات هادو، هاد السؤالات ديالكم اللي كتسولوا وهذا الشيء هذا. وإلا رديت على شي واحد، أنا ما بغيتش نأذي شي واحد، لا، كتهضر بالقلب ديالك باش توصل الكلمة. داك الشيء داك السؤالات وكنجاوبوها، كتعمم الفكرة، كل واحد كتعمم له الفكرة ديالو. وحنايا أصلا ما نقدروا نهضروا مع أي واحد، نهضروا معاه حنا الناس، نقدروا الكلام نتكلموا. عندنا الحمد لله، عندنا اللسان ديالنا، عندنا القلب ديالنا، عندنا العقل ديالنا، واخا الامكانيات ماشي عاليين في الكلام والفعل والفاعل والمضارع وزيد وزيد، ولكن كنوصلوا وكنجاوبوا. والحاجه اللي نعرفوها نقولوها، الحاجه اللي ما نعرفوهاش نسولوا الاخوان ديالنا ولا الاحرار والحرائر اللي راهم هنايا ولا اللي كيمشيو، هادو كنسولوهم. وكاين اللي بيناتهم عاوتاني في ماسنجر يقول لك ها واش تا ها واش تا، كاين اللي يقول لك راه ما اتفقتش ديك الفكره ولا عيسى هكا ولا، ما عندنا حتى شي مشكل. الا رديت على شي واحد راه ماشي باش ناذيك انت، باش نجاوب على ديك الفكره هذيك اللي كتبتها وعلى ديك الحاجه اللي كتبتها. انا عمره ما واجهت الاشخاص ولا عندي المشكل، ولكن الشخص الوحيد راكو عارف اللي عندنا معاه، انا هجرت لونيا اللي فاتت السويدة، هما الناس في العالم كامل. تبقوا على خير الاخوان، تحية عالية، الى لقاء اخر بمشيئة الرحمن. الدبلوماسية الهولندية مع المغرب، هولندا قد براسها، هولندا هزالك حتى ذاك
كما نقولوا الشعب ديال الشعب المغربي راه واحد العدد كبير في هولندا، حشومه كاع يقول لك نقطعوا العلاقه. الا قطعت العلاقه الخساره عند السفاح، عند محمد السادس اللي عنده، الله يحفظكم الاحرار. الاخير وقيل اخر حاجه نقراها قال لك الله يحفظك اخويا عيسى وكريما من الاحرار جميعا، امين. الحمد لله، صافي كمل. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وسينصر عبده. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وسينصر عبده وهزم الأحزاب وحده وسيهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا أنت خالق الخالق الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت. اللهم احفظ إخواننا المؤمنين والمؤمنات، اللهم احفظ إخواننا في سجون الذل والعار وذويهم وأهلهم، واحفظ الشعب يا رحمن ويا رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول.